هنا الغد. شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركه. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجنه العربيه الاصيله، مع انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان سيف امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تابعنا اشواط الرموز واشواط التحدي التي حملت شعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعاده على بركه الله. مشاهدينا الاعزاء، ينطلق شوطنا التاسع وهو شوط خاص للابكار الجذاع من مسافه 6 كيلومترات. سياره رصدت للفايز بالمركز الاول، تويوتا لاند كلوزر ستيشن جي اكس ار، رصدت للفايز بالمركز الاول وجوائز نقديه من المركز الثاني حتى عاشر المراكز. نسير مع البدايه نتابع اول المراكز واول التحديات من تنطلق. مشاهدينا الاعزاء، مهمه لهجن العاصفه التابعه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعه غياث الهلالي على اول المراكز، بينما المركز الثاني النقله مباشره مع ثاني المراكز والثاني. الاسماء تصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء وتتقدم فيه في هذا التحدي الجميل. نتابع شعار هجن الرياسه مع العنود والمضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري في ثاني المراكز، بينما ثالث الاسماء وتابع شعار هجن العاصفه ياتي مع المركز الثالث بمتابعة مناعة وغياث الهلالي بالتضمير والمسايرة في هذا الشوط، بينما رابع المراكز تحمل الرقم 4 إثارة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي في التضمير، بينما خامس المراكز يتدخل في هذه اللحظات شعار هجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اليمامة في خامس المراكز، وعلي بن جميل الوهيب الظافر يأتي مشاهدي الأعزاء مع اليمامة في ختام ندان الأول. هذه النتيجة مشاهدي الاعزاء للمراكز الخمس الاولى، ونعود بحضراتكم الى اول المراكز، اول التحديات. المركز الاول مهمه في اصعب مهمه في هذا الشوط لانتزاع ناموسي غالي لابناء دبي. هذا هو شعار هجن العاصفه مسيطر على اول المراكز مع غياث الهلالي، بينما المركز الثاني تاتي العنود لهجن الرياسه التابعه لدوله الامارات العربيه المتحده، وراشد بن محمد بالسم المنصور المستحيل يقدم هذا الاداء الجميل. ولكن اللي غيرت اليمامه مشاهدي الاعزاء لهجن الرياسه مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بينما رابع المراكز المركز الرابع مناعه لهجن العاصفه مع غياث الهلالي يقدم ويطلق عنان مناعة في رابع المراكز، بينما المركز الخامس وصلت إثارة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء يا متابعي قناة الريان، الناقلة لكم أحداثي وانطلاقاتي شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة في سن الإجذاع. نعود إلى البداية، مهمة لا زال تقود هذه الأسماء خير قيادة، وانطلاق مميز ورائع هجن العاصفة مع غياث الهلالي على المقدمة، بينما المركز الثاني اللي أمامه مشاهدي الأعزاء من تحلق الحمامة تنطلق في ثاني المراكز لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات إثارة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي 3 كيلومترات. يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة، بينما رابع المراكز هذه العنود لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما خامس المراكز تتدخل في هذه اللحظة مشغلة تصل في خامس المراكز لأول نداء لها في هذا الشوط لهجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونعود بحضراتكم إلى أول المراكز
المراكز. اليمامة تحلق في أرضية ميدان التحدي بهذا الانطلاق الرائع وبالحضور المميز بشعار هجن الرياسة، الشعار الحمر الخطر يتواجد في هذا الموقع يقدم هذا الانطلاق. يا سلام الظافر علي بن جميل الوهيبي. بينما المركز الثاني مهمة تنطلق في ثاني المراكز لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. بينما المركز الثالث تأتي مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظة إثارة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. بينما المركز الرابع العنود مشاهدي الأعزاء في رابع المراكز بشعار هجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري يقدم لنا العنود في المركز الرابع، ويقدم أيضا مشاهدي الأعزاء مشغلة في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. ونعود إلى المركز الأول، 2 كيلومترات عن خط النهاية، قطعنا 4 كيلومترات ويتبقى 2 كيلومترات أخرى عن هذه التحديات المميزة والمنافسات الشيقة على أرضية ميدان الشحنية. نعود إلى أول المراكز، إلى أول التحديات. لا زالت الأمور والسيطرة حتى هذه اللحظات مع اليمامة. اليمامة مشاهدي الأعزاء في معركة طاحنة في انطلاق مميز هنا مهمة مع ثاني المراكز بشعار العاصفة. اليمامة بشعار الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقدم الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني مهمة. بينما المركز الثالث تأتي إثارة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. بينما المركز الرابع وصل الشعار الأدعم، وصل شعار هجن الشحانية أمجاد مشاهد الأعزاء الباحثة عن الفوز والمجد في هذا الشوط. تنطلق في رابع المراكز بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس وصلت الذيبة، الله يا الذيبة، لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في خامس المراكز. نعود إلى أول المراكز، نعود مع 1200 يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، منافسات يا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نعود إلى اليمامة، اليمامة بدأت تحلق مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام اليمامة، اليمامة لهجن الرياسة مع المضمر الظافر، الظافر علي بن جميل الوهيبي يريد أن يظفر بناموس هذا الشوط بتقدم اليمامة. ولكن مهمة في مشاهدي الأعزاء مع ثاني المراكز بشعار العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وغياث الهلالي بالمتابعة والتضمير. ولكن وصل شعار هجن الشحانية مع أمجاد من تحمل لواء هجن الشحانية القادمة في ثالث المراكز بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. وهنا إثارة مع الأمتار الأخيرة، ولكن أمجاد تقتحم البداية، تقتحم المركز الأول. يا سلام يا الذهبي، سالم بن فاران المري بشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم المتألق في هذا المساء الجميل. هذه مشاهدي الأعزاء أمجاد إلى مركز الأمجاد، إلى مكانة الأمجاد. هذه أمجاد مشاهدي الأعزاء مسيطرة على هذا الشوط، تنطلق بالأمتار الأخيرة تريد أن تهدي هذا الناموس لجماهير هذا الشعار، الشعار الأدعم، الشعار الغالي. يا سلام يا أمجاد مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز أمجاد وتسجيلها للنقطة السادسة في هذا المساء الجميل. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدي الأعزاء إثارة لهجن العاصفة. المركز الثالث الذيبة لهجن الرياس. المركز الرابع وصلت فيه مشاهدي الأعزاء سحابة لهجن الشحانية. المركز الخامس حلت فيه مشاهدي الأعزاء مهمة لهجن العاصفة. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية على فوز أمجاد بالمركز الأول، والتهنية إلى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري من تابعها في عملية التضمير. التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء تتابعون عبر قناة الريان لحظات وصول أمجاد إلى خط النهاية بتوقيت وقدرة 9:05:03 من الثانية هو توقيت أمجاد صاحبة المركز الأول. تهانينا والناموس للمضمر الذهبي سالم بن فاران. المركز الثاني حلت فيه مشاهدي الأعزاء
إثارة لهجن العاصفة 9 دقائق 6 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لغياث الهلالي. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الأعزاء لهجن الرئاسة مع الذيبة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 9 دقائق 7 ثواني وجزء واحد يتيما من